صباح الخير مشاهدينا، اهلا بيكم وحلقه جديده من مصبح عليك. النهارده ثالث ايام عيد الاضحى المبارك، كل سنه وحضراتكم طيبين بالف خير. فقرات النهارده هتكون طبعا مختلفه بمناسبه العيد. ده هيكون اولى فقراتنا مع المطرب الشاب احمد سعيد، هنستمتع معاه ببعض الاغاني والالحان. فقرتنا الثانيه طبعا بسعاده اللياقه، وان احنا نحاول نحافظ على صحتنا من خلال التوصيات الغذائيه السليمه، وده هيكون من خلال لقائنا مع الدكتور احمد خرشد، أستاذ التغذية ومؤسس معهد تكنولوجيا التغذية التابع لوزارة الزراعة، ومستشار وزير التموين ورئيس اللجنة الوطنية للتغذية بأكاديمية البحث العلمي. قبل ما نبدأ فقراتنا هيكون معنا فاصل، وبعدها أهم العناوين والأخبار. بنعود مرة أخرى مشاهدينا وأهم المنشطات والعناوين. السيسي في اليوم العالمي للشباب، شباب مصر سر قوة وحيوية أمتنا العظيمة. حجاج بيت الله يؤدون طواف الإفاضة بعد رمي الجمرة الكبرى. مطار القاهرة يستقبل أولى رحلات الحجاج بعد غد بعروض التنورة والمزمار. المالية 2.7 مليار دولار حجم واردات السلع الأساسية خلال 3 أشهر. التعليم بدء تصحيح امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية السبت 17 أغسطس. لأول مرة في مصر معايير الاعتماد الصيدليات لتقديم خدمات منظومة التأمين الصحي الشامل. أولوية التسجيل محافظات المرحلة الأولى واختار المنشأة بمواعيد الزيارة بعد 15 يوم من التقديم والالتزام بالتحديث الأبرز. 51 ألف مستفيد من قروض البتلو وجاري الصرف. تموين الدقهلية زيادة المعروض من اللحوم السودانية ب 250 منفذا. الدمغة والموازين تكثف الرقابة على محلات الذهب خلال أيام عيد الأضحى. مكتبة القاهرة الكبرى تحتفي ببطولات القوات المسلحة. معرض توت عنخ آمون في فرنسا يجذب 1.5 مليون زائر خلال 4 أشهر. عروض مسرحية في بيت الفني وقصور الثقافة والسيرك مفتوح. متحف النيل بأسوان نتطلع للوصول إلى 1 مليون زائر خلال أجازة عيد الأضحى. ورش للأطفال في متحف الفن الإسلامي لتعليم الرسم. اتحاد الكرة يجهز 50 حكاما لإدارة مباريات الدوري الجديد بعد رفض الأجانب. مرور القاهرة انتشار الخدمات والأوناش بكورنيش النيل والمراسي النيلية. آخر أخبارنا، الأجواء مستقرة، طقس ثالث ورابع أيام العيد، حار رطب على الوجه البحري والقاهرة، الأجواء معتدلة بالسواحل الشمالية وشديدة الحرارة جنوبا، العظمى بالقاهرة 38 درجة، وأجواء لطيفة ليلا بكافة الأنحاء. دي كانت أهم أخبارنا. بعد الفاصل نلتقي وأولى فقراتنا، استمتعوا بها. عيد الأضحى من المناسبات الإسلامية ذات النمط الغذائي مميز والذي ينعكس على صحتنا، أما بالسلب أو بالإيجاب وفقا للسلوكيات الغذائية التي نتبعها. مفيش داعي للأكل الزيادة، لأنه ده بيدي يعني دهون في الجسم وبيدي زيادة في الجسم، وده مش كويس على حمل البني آدم على رجليه أساسا. يعني المفروض الناس يبقى حذرة في عملية العيد بالذات، وبالذات الدهون واللحوم اللي هي فيها دهون، فأتلاشاها، أكل نسب بسيطة، أكل سلطات، يعني الحاجات دي، وبالتالي هقدر أحافظ على صحتي. والله بلاش يتقلوا فيه قوي، عشان الواحد بيتعب من الأكل الدسم دوت، وعلى مهم كل سنة وهم طيبين، ومش على طول ما بناكلش الأكل ده إلا في العيد بس، يعني على طول بياكل الأكل دوت مش في العيد بس. أولا أقول للشعب المصري كله كل سنة وهو طيب. تاني حاجة لازم يحافظ على صحته، ما ياكلش كتير، كميات تبقى قليلة، تمام، ويكون هيلسي، يحاول يوازن ما بين الأكل الصحي، الدهون، البروتين،
ياكل خضروات كتير، فاكهة كتير. هناك نطاق واسع من أنواع أضاحي العيد المختلفة والتي تختلف فيما بينها في مواصفاتها الغذائية، فيها يخص محتوى الدهون والكوليسترول والسعرات وغيرها من التفاصيل الهامة. والله أنا بنصحهم إن أكل الخرفان والجديان والحاجات دي ما بيجوا يأكلوا ما يأكلوش بفترة، يعني بكمية كبيرة، حاجة بسيطة علشان فيها دهون وشحوم وبتضر الصحة، فبالأكل يبقى حاجة في المعقول، حاجة على قد إن الواحد بس أكل طبيعي زي ما إحنا ما بناكل. أقول للشعب المصري كله كل سنة وهم طيبين، وربنا يجعلها أيام سعيدة على كل الشعب المصري، ويجعل بلدنا التقدم وازدهار وفي الأمام دايما. بنصح كل المصريين في العيد إن يمشي على معلومة لا إفراط ولا تفريط، لا تأكل كتير ولا تأكل قليل. كل سنة والشعب المصري كله بخير، وربنا يعود عليه الأيام بخير إن شاء الله. وانصحهم طبعا اللي هم ما يضغطوش على نفسهم في أكل اللحوم كتير، وما يأكلوش اللحوم اللي فيها السمينة قوي عشان ما تتعبوهمش قدام. وإن شاء الله ربنا يجعلها سنة سعيدة علينا وعلى الشعب المصري والمسلمين جميعا في كل أنحاء العالم. تعتبر لحوم الضأن من أكثر أنواع اللحوم التي يتم تناولها في عيد الأضحى، لذا من الضروري أن نعرف قيمتها الغذائية وما توفره للجسم من احتياجات متنوعة من الفيتامينات والأملاح المعدنية، بالإضافة لمحتواها من الدهون والكوليسترول وأفضل الأجزاء في جسم الضأن لتناولها من ناحية الفائدة الغذائية الصحية. بنعود مرة أخرى مشاهدينا، فقرتنا الحالية هي خاصة بالنصائح الغذائية السليمة بعد طبعا فترة العيد. بنحاول نحن نستعيد لقيتنا ووزننا يعود كما كان الحقيقة من خلال لقائنا مع دكتور أحمد خرشد، أستاذ التغذية ومؤسس معهد تكنولوجيا التغذية التابع لوزارة الزراعة ومستشار وزير التموين ورئيس اللجنة الوطنية للتغذية بأكاديمية البحث العلمي. أهلا وسهلا بحضرتك دكتور، صباح الخير وكل سنة وحضرتك طيب. حضرتك بصحة وعافية. الحقيقة دايما احنا بنيجي في العيد ده بنحتفل، والمصريين عندهم عادة كده ظريفة ان هم دايما بيحتفلوا من خلال الغذاء، والحقيقة بيكثروا جدا من اكل اللحوم باشكالها المختلفة اثناء فترة العيد. اهم النصائح اللي نستعيد بها اللياقة ونعود الى الوزن اللي كنا قبليه يعني عليه قبل العيد. اولا كل سنة وحضراتكم طيبين. طيب. وبعدين هي حكاية احنا المصريين بناكل لحمة، ده احنا ما بنسيبش حاجة او فرصة الا لما يعني في رمضان اللي هو شهر الصيام عمالين ناكل في كنافة وقطايف وحلويات، ونخلص الصيام على طول نخش على الكحك والمريبة، وفي عيد الميلاد يعني شغالين في الحلويات والحاجات دي. وبعدين تبص تلاقي في ظواهر ابتدت تظهر عندنا زي امراض السمنة والامراض اللي بتترتب عليها، امراض السكر، يعني حاجات كتيرة، فدي محتاجة نوع من التثقيف الغذائي. وياريت لو نبتدي من الطفل وهو لسه صغير يعرف أساسيات التغذية السليمة، لأن الغذاء السليم هو عبارة عن صحتك. صحتك هي رأس مالك مدى الحياة. طول ما أنت سليم بتشتغل نشيط، بتنتج، يعني مواطن صالح، وهتوفر على نفسك وعلى الدولة تكاليف العلاج والمستشفيات والحاجات دي، أنت أولى بأن صحتك تبقى كويسة وأنت الكسبان. صحيح. طيب الدكتور احمد، يمكن احنا بنجد انه في ناس بتحب جدا ان هي تاكل الفته مع اللحوم مع يعني الدهون، هل ده بيعمل ارتفاع في نسبه الكوليسترول في الدم؟ يعني هل ممكن من خلال مثلا مشروبات معينه ان احنا نخفف من حده الكوليسترول في الدم؟ شوف حضرتك، هو اولا يعني زي ما اتقال من فتره كده في التعقيبات بتاعه بعض الافراد اللي اتكلموا في الحديث ده، يعني ان لازم برضه اعرف او قبل اي حاجه الشخص اللي هو له ظروف معينه وبياخد علاج ده لازم يستشير الدكتور بتاعه. يعني ما ياخدش الامور ببساطه كده،
يعني ادام انت بتعاني من مرض وبتاخد له علاج لازم برضو تستشير الدكتور بتاعك عشان طبعًا. يديك تعليمات طبعًا. انما احنا بنتكلم على الشخص العادي، وبعدين الشخص ده برضو عايز اسال هل هو مريح ولا بيلعب رياضه، هل هو شاب ولا مسن، هل هو امراه حامل ولا مرضع الى اخره. انما انا عايز اتكلم ببساطه كده، هو العيد يعني هي مجموعه ايام بسيطه وبتعدي صحيح. فحتى لو انا خدت حاجه يعني هتضرني او زياده زياده شويه، لو فتره يوم ولا اتنين يعني مش هعتبرها مشكله. انما لازم برضو زي ما بيقولوا لنا يعني لا كلوا واشربوا ولا تسرفوا، يعني لازم اكون معتدل في اكلي. ولازم الثقافه الغذائيه زي ما بقول لحضرتك تديني معلومه ان الدهون دي لها مشاكل، انما الدهون دي زي ما نقول مثلا العربيه بنزين العربيه، لو خدت بنزين وما حرقتوش هيتخزن في جسمك، وبالتالي الدهون دي مصدر للطاقه ومصدر مضاعف. يعني لو خدت جرام سكر، لو خدت جرام دهن بيدي ضعف الطاقه اللي بيديها جرام السكر، وبالتالي هي طاقه جامده. اذا لازم انا اعمل الاتي، اولا لو هي زياده عن اللي انا خدته او اللي انا المفروض اخده، دي بقى بتحلي لازم اكل حاجه معاها. والحاجه دي بنسميها الالياف الغذائيه. كويس قوي. الالياف الغذائيه دي موجوده في الخضر والفاكهه بصفه عامه. الرده دي دلوقتي يعني الرده دي عاملينها كبسولات. وبعدين اقول لحضرتك حاجه، طب الرده دي ناس كتيره جدا بتتكلم عنها ان هي فعلا بيكون فيها نسبه الياف عاليه جدا، ان هي بتساعد على ان هي بتدي الاحساس بالشبع، بس هل ده يكفي؟ لا، ما انا بقول حضرتك بتساعد، يعني هي زي ما بيقولوا بالبلدي كده بتكلب شويه من الدهون الضاره دي وبينزل في البراز. انما انا بقول في حاجه مثلا متوارثه عن الجدود، لما بتيجي حضرتك تاكلي كباب بيقدمه لك على ايه؟ طبق بقدونس. صح، احنا بقى بكل بساطه نزق البقدونس كده وناكل الكباب. لا، البقدونس ده من زمان معروف ان ده محطوط علشان يؤكل مع الكباب. حضرتك، وبقولها اهو من خلال البرنامج بتاعكم، البقدونس ده كنز لو يعرفوا قيمته، احد الكنوز اللي هو فيه مواد مختلفه، يعني مش بس عشان الدهون، له فوائد لا يتصورها العقل، من ضمنها ان هو بيساعد على التخلص من نسبه من الدهون الضاره اللي هي بتعمل مشاكل الكوليسترول في الجسم. فيا ريت لو انا من ضمن اكلي ان انا اخلي البقدونس ده يومي، اخلي طبق السلطه عندي اساسي، يعني مفيش نقاش، اكل لحوم لازم معاها السلطه الشحوم. وبرضه عندي فكره للناس، برضه لو هنيجي نتكلم على الزيوت والشحوم على درجه حراره الغرفه، اذا كان الدهن ده محجر حاول تبعد عنه، يعني الدهون السايله بتبقى اخف في مشاكلها او الطريه يعني. فانا ما بقولوش ما ياكلش، لا كل، بس تعمل حاجتين، تاخد الحاجات دي معاك في الاكل بتاعك، وتعمل نشاط. تعمل نشاط دي حط فيها خطين، النشاط ده بدني زيني. على قد ما اكلت لازم ده يتحرق من خلال نشاط بدني. شوفي حضرتك، انا زرت شعوب كتيره اكتر من 40 دوله زرتهم، وكنت دايما ببص لحته ال 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 الصحه بتاعت الناس والاكل بتاعهم شكله ايه. ففي ناس على فكره اسمهم الامش معروفين على مستوى العالم، ده بيعدي ال 100، يعني بيوصلوا ساعات ل 140 سنه، ومش بس عايش، لا ده شديد. من ضمن حاجاتهم النشاط. النشاط ده اساسي عندهم، ان يقول لك افتح عينيا لازم اعمل نشاط. ليه؟ قال لك المواد اللي انت الادويه اللي بتاخدها دي كلها ربنا مديها لك في الدم بتاعك. طبعا. طب بس الدم لازم يوصل للخلايا عشان يديها الحاجات اللي بتعمل المناعه، وفي نفس الوقت ياخد المواد الضاره اللي فيها عشان تنزل في البول والبراز والعرق. فامتى هتحصل الكلام ده؟ لما القلب يشتغل. القلب هيضخ الدم جامد، اطمن انك انت ولا هتشوف الدكتور ولا حاجه. صحيح. انت هتعمل نشاط، يعني اكلت صح، عملت نشاط. في حته بقى يمكن اضيفها لكم للاخر، وناس كتير بالذات هنا مش واخدينها في الاعتبار، الحاله النفسيه والسعاده. طبعا.
أنا مش بحط عليها خطين، أنا بحط 10 خطوط. العلم الحديث ربط بين كيمياء الجسم والأمراض وعملية السعادة، لأن النكد ثبت أنه هو، أو الحزن أو الانفعال ثبت أنه هو له علاقة بأمراض كثيرة جدا، وهذا إثبات علمي مش كلام يعني، إثبات علمي. وبالتالي عايزين نخلي السعادة والابتسامة دي جزء أساسي في حياتنا مهما كانت الأمور. ده بنعيش وبيكل واحد بيجي فترته وبيسيب الدنيا في يوم من الأيام، مش رغم معنا حاجة، إنما الفترة اللي احنا عايشينها نعيش ونبتسم. نبتسم دي أنا بقول لحضرتك مظبوطة علميا إنها ليها، ولو عايزة أكلمك بالتفصيل عنها أكلمك. مهم جدا كمان ان احنا نتعرف على الطرق السليمه لطهي الغذاء، لانه الحقيقه يعني اللحمه احيانا في ناس مثلا بتسلقها للفته، وبعد ما بتسلقها ساعات بتشوحها كمان، فبالتالي بتبقى دهون زياده كمان. فالطريقه السليمه لطهي اللحوم في فتره العيد او بشكل عام، هو كان دايما الشوي على الفحم او النار وعمليه السلق، وبرضو زي ما بقول لحضرتك اتخلص من الحاجات اللي هي صلبه. يعني الست الشاطره لما تحط حله الشوربه دي وتلاقي فوق كده في حاجه بقت صلبه كده، شويه دهن جمده فوق كده، لما تحطها في الثلاجه تشيلهم وناخد الشوربه العاديه. الفته لما نعملها نعملها بعيش بلدي. ليه؟ لان العيش البلدي فيه الرده اللي بنتكلم عليها طبعا، والالياف. حضرتك بره الرغيف الاسمر اللي هو هنا ما بيحبهوش بيبقى اغلى طبعا، لان في قيمه نسبه البروتين فيه عاليه ونوعيه البروتين افضل، وفي الالياف الغذائيه وفي معادن وفي فيتامينات اكتر، فالناس بتقبل عليه. وفي ساعات رغيف بيعملوه بالحبه الكامله، يعني يطحن حبه القمح زي ما يقعدش بقى ينخل ويديني رغيف الشيك الفاخر ده، لا يعني برضه لازم عندنا يبقى الثقافه العلميه موجوده. وبرضه اقولها عشان برضه الامهات وولادهم يعرفوا اساسيات بسيطه، عاملين حاجه اسمها الهرم الغذائي. هرم معروف كده لاي طفل، حتى عارف ان الهرم القمه بتاعته صغيره، القاعده كبيره، فيروح حاطين له في القمه الزيوت والشحوم، وتحت يحطوا له الخضار والفاكهه ومش عارف. فدي بيبين لك يعني تاكل ازاي، قلل من دي، كتر شويه من تاكل لحوم معقوله، كتر اكتر من شويه الرز والمش عارف ايه والعيش والكلام ده، كتر كتير قوي من الخضار والفاكهه. ابص تلاقي اكلتك متوازنه علميا بقى مدروسه، ان ده احسن حاجه لجسمك، انك كلت كل المواد الغذائيه، البروتين والكربوهيدرات والنشويات اللي بتدي لك الطاقه، وكلت الفيتامينات والمعادن والالياف الغذائيه اللي قلنا عليها، اذا ادالك احتياجاتك. نمره 2، ما يزيد عن احتياجاتي لو انا ببني جسمي زي الشباب والاطفال او الحامل او المرضى، هيروح من حكايه النشاط اللي انا بعملها، مش هخليه يخزن في جسمي. ما هي عمليه 1+1=2، ما عملتش النشاط هيخزن، وبالتالي لا اعمل نشاط، وده كويس للصحه زي ما قلت لحضرتك. النشاط بيخلي الدم يندفع الى الخلايا ويغذيها وتحس بالصحه. في ناس كثيره جدا ساعات بتعتمد انه مثلا ان هو لو شرب مثلا جنزبيل فريش مع ليمون بعد الاكل ده بيساعد على حرق الدهون، ويعني والشاي الاخضر والحاجات دي، يعني صحه هذه المعلومات؟ والله هي الى حد ما في حاجات سليمه فيها، انما انا عايز اركز على ان انا في اسلوب حياتي المشروبات ضروريه. يعني فاكر حضرتك البقدونس اللي بنتكلم عليه؟ صحيح. انا شخصيا عملته مشروب لان لقيته اداني فوائد غير عاديه، ويدر للبول، وتبص تلاقي كل حاجه مظبوط. الحلبه كمان نسيت اقولها لحضرتك. الحلبه من الحاجات المفيده جدا. الحلبه دي انا شفتها في الخارج كبسولات. والله كبسولات، ومصر القديم كان بيستخدمها. بقول لحضرتك كبسولات وغاليه. مصر القديم الفلاح كان بيحطها مع العيش البتاو ده الجميل ده. صحيح. كان يبقى ذره وحاطط معاه الحلبه، تظبط له السكر وتظبط له كله وتنسى الموضوع الكوليسترول ده في الحلبه لو مستمر في الحلبه. طيب. انا شخصيا في زمان كنت بزور احد المخابز، بعمل تجارب يعني بتاع في اسكندريه، فالراجل اللي قاعد يخبز يعني لقيته طول وشيكه ما عندوش كرش ولا حاجه يعني متين. بعدين فوجئت انه بيشرب الصبح كده قاعد يفطر، فكان حاجات كتيره كده، ولقيته بيفطر ماسك كوبايه كده بيشرب فيها بيسخنها قدام الفرن، فبقول له ايه ده؟ بيقول لي سمنه بلدي. انا اتجننت، انت بتشرب ايه يا حاج بتاع ده؟
في الكل قال لي يا ابني، حتى قال لي مالسترول ساعتها، قال لي المالسترول بتاعك ده ماليش دعوه بيه، بس انا باكل حلبه هنا كميه حلبه رهيبه كل يوم. وانا بعمل نشاط اهو قدام الفرن. كل ده يعني بيخلي شويه بتوع اللي خدتهم دول يعني كويسين، بيدوني طاقه. انما انا وفعلا قعدت في بعض الفيتامينات فعلا ما بتدوبش غير في الدهون. يعني طبعاً فيتامين سي مثلا، لا سي بيدوب في الميه. لما في الف ودال بالذات دول بيدوبوا في الدهون. او ذبات الدهون صحيح. يعني لا، الدهون مفيده ليا، ما اقدرش اقول لا. بقول لحضرتك مفيده لحاجات كتيره، ده عايز موضوع تفصيلي. انما يجب الاحتياط، اولا اخد في حدودي، ثانيا زي ما بقول لحضرتك افضل الزيوت، يعني مثلا الزيت الحار ده جميل جدا، صحي جدا، وزيت الزيتون جميل. انا بحطه في الثلاجه الاقيه ما جمدش. انا زي ما قلت لحضرتك ابعد عن الدهون الصلبه قوي، لان احنا بنخش في الاخر هو ايه الكوليسترول مشكلته ايه؟ الشرايين دي هي اللي بتودي الدم. وهي بص تلاقي عمل مشكلتين في الشريان. المشكله الاولانيه انه بيرسب وبالتالي بيضيق مجرى الدم. المشكله الثانيه انه بيصلب الشريان، يعني زي البالونه المحطوطه دي، انفخ توسع، لما الضغط يزيد الشريان يمد ما يعملليش مشاكل. انما لو الشريان ده بقى متصلب زي خرطوم انبوبه البوتاجاز مثلا، لا، لو زاد الضغط هيروح ضارب في اي حته ضعيفه، مخ، في الجيوب الانفيه، في اي مكان. اذا انا يعني طول ما انا بحافظ على الشرايين بتاعتي مرنه وواسعه يبقى انا شغال صح. صحيح. هو ده التفسير يعني بتاع ليه الكوليسترول عمال اقول عامل لنا مشاكل. انما لو انا هعمل الحاجات اللي قلتهم، اكل صح واكل كميتي بتاعتي واعمل النشاط، ونحط بقى الحته الاخرانيه واكون سعيد ومبتسم. صحيح. حضرتك تاكد ان ده هيتمتع بصحه جيده، وزي ما قلنا في بدايه الموضوع صحتك هي راس مالك. اليوريك اسيد كتير جدا دكتور بيربطوا ما بينه وما بين اكل اللحوم بشكل كبير، يعني وفي ناس تقول لا هو اليوريك اسيد ملوش علاقه، هو باستعداد للجسم ان هو بيكون. هو بس لو حضرتك زودتي في حاجات معينه ومن ضمنها اللحوم الحمراء يعني بيلعب دور. انما انا مش عايز الناس تاخد ده ان ده اساسا، لان اولا لازم تشرب ميه كتير. الميه دي بتشيل كل حاجه من عندك اللي هي طبعا في الجهاز البولي، فده مهمتي جدا ان انا الميه دي تبقى اساس برضو عندي. لازم اشرب كميه ميه كتيره كل يوم، دي بتساعدني ان انا انسى الموضوع ده. بعد العيد بقى كميه اللحوم اللي ممكن ناكلها تكون قد ايه؟ شوف حضرتك، ست البيت هي رئيس مجلس الاداره بتاع البيت، وهي اللي بتنظم كل حاجه، وهي عارفه كل حاجه. يعني ايوه انت جبتي خروف، جبتي لحمه كتيره، جبتي، خليكي شاطره. جزء هحطه في الفريز، في جزء تاني مش عارف هعمله زي ما انت قلتي تشويح، مش عارف جزء هشوي. المهم ان انا بعمل بحيث ان انا كميه اللحمه اكل لحمه بس ما كترش، يعني حته لحمه صغيره كده للفرد تمام. حلو قوي، لان هو ناسي ان هو بياخد بروتين من كل حاجه تانية. العيش فيه بروتين طبعا، الحلبه بنتكلم عليها فيها ده نسبه بروتين فيها تخش لها في 40%. حاجات كتيره باكلها فيها بروتين، فاذا انا ما اعتمدش على اللحمه بس كمصدر بروتين، ما انا بحط فول مدمس الصبح طعميه فيها بروتين. اذا انا يعني زي ما بيقولوا ما اسرفش في الاكل، اخد حدودي كده، وان انا اعمل حسابي ان انا الاكله تبقى متوازنه، شويه بروتين، شويه نشويات، شويه سكريات خفيفه برضو، ونسبه حلوه من الخضار والفاكهه، واشرب ميه كتيره. وتاكدي حضرتك لو عملت مع ده النشاط ده، حتى وصلوا للنشاط انك انت لو طبيعه عملك ما بتعملش في الخارج دلوقتي، بيقول لك طب امضغ لبان، بيقول لك اللبان هتقعد تعمل طاقه، هتاخد طاقه من الفكين هنا، انما ما بتعملش تمرين 10 دقائق بتقعد تمضغ في اللبانه كذا ساعه، فلقوا ان الطاقه اللي بتروح تعادل تمرين رياضي. وبالتالي قالوا له كل لبان او امضغ لبان لمده كبيره. التفكير الذهني برضه له دور طبعا، التفكير العضلي، الصلاه اللي احنا بنعملها ما هي برضه نوع من الايه، طبعا بحرك راسي، بحرك ايديا، بحرك يعني الى جانب العالم الروحاني. انما في عمل برضه ربنا مديهولنا كده ان احنا بنعمل نشاط برضه طبعا خلال الصلاه، فهي النشاط ده عايزين نخليه جزء في حياتنا، بدايه من الطفل الصغير، وديهوله بالاسلوب المبسط
زي ما بقول حضرتك لازم يعرف الصفات الغذائيه من المدرسه وهو في ابتدائي. يعرف الهرم اللي قلنا عليه ده، يا حبيبي كل كذا، يا حبيبي ما تاكلش كذا، كتر من كذا، انما ما سيبه العاده زي الحاجات اللي بيقعدوا يقرأها شويه دي اللي مليانه زيوت. وانا عايز برضه انبه الناس لحاجه ياخدوا بالهم منها، بالنسبه للزيوت في عمليه خطيره جدا لازم انبه ليها، وهي ان قلي الزيت له مخاطر رهيبه طبعا، لان يعني في ناس معلش في كلمه بيقعدوا يقلوا لما الزيت يسود وما بيرموش منه نقطه زي الطعميه والحاجات دي، لا هنا بيتكون مواد نتيجه حرق الزيت اكتر من مره واتنين، يعني مسرطنه بتعمل لها علاقه بالسرطان. بقولها بكل امانه، وبالتالي ابعد عن الزيوت اللي هي قعدت مده تحمر فيها، لا حمرت مره او اتنين بكتير ارمي خلاص. استخدمه في اي حاجه تانيه، اعمل صابون، اعمل اي حاجه بيعملوه وقود دلوقتي، انما خلي بالك من النقطه دي. حتى وانت رايح تشتري الطعميه لو بصيت لقيت الزيت اسود اللي في اللي بيقلي عليه الطعميه، خد الطعميه وقليها في البيت. دي نقطه مهمه جدا لازم كلنا ناخد بالنا منها، ان الحاجات اللي بتتكون في الزيت مع القلي المتواصل عده مرات خطيره جدا جدا جدا، ابعد عنها. دكتور احمد، يمكن مهم قوي ان احنا في ناس كتيره جدا بتبدا ان هي تعمل رجيم وبالتالي بتترك تماما الدهون بانواعها، حتى لو لبن كامل الدسم، الجبنه وهكذا، هل ده اسلوب غذائي سليم ولا لا؟ والله لا، هو وقتيا عشان بس لما بيبقى الوقت الاوفر اكتر من لازم، يعني ممكن يقتنع، هو مفيش حاجه اسمها ما ياكلش دهون، ما اي حاجه فيها دهون. يعني حتى العيش فيه نسبه، اقول لحضرتك ايه يعني، فيه نسبه جنين القمح اللي في حبايه القمح هو فيه زيت صح، انما اي حاجه بتلاقي تركيبها فيها كذا في المية بروتين، فيها كذا في المية رطوبه، فيها كذا في المية زيت، يعني مش هقول لك ان مفيش حاجه اسمها زيت، انما الزيوت موجوده. انما انا بقول الفتره اللي فيها علاج يعني يسمع كلام الدكتور اللي بيعالجه، وهي بتبقى مرحليه، انما الزيت مهم للجسم، مش عايز اقول الدهون مش مهمه، لا مهمه للجسم، زي ما حضرتك ذكرت من شويه برضه في بعض فيتامينات بتدوب في الدهون، ومن الفيتامينات اللي المفروض ان هي بتدوب في الدهون بتهيألي فيتامين كي، الف ودال وكي، وهي كمان اللي عايز اقوله بقى بعد كده الاعتدال بقى، يعني الاعتدال مش يمنع خالص. يعني لو قللت كويس، قلل عن العادي ماشي برضه كويس في فتره العلاج بتاعتك، قلل على قد ما تقدر الزيوت، وابعد عن الحاجات اللي هي الدهون والشحوم الصلبه دي، وخد زي ما قلنا من شويه زيت بذره الكتان اللي هو مفيده جدا، زيت الحار، زيت الزيتون حلو، يعني نشوف الحاجات السمسم برضو كويس، انما نبعد عن الحاجات اللي هي صلبه. وزي ما بقول لحضرتك والله العظيم لو عمل النشاط ما هيحس باي مشكله. طيب هل احنا نقدر نقول ان بعد ما ينتهي العيد ونكون قضينا اجازه جميله وسعيده واكلنا لنفسنا فيه من اللحوم، هل ممكن احنا نستعيد لياقتنا ووزننا بشكل سريع بعد الاجازه على طول مباشره؟ بكل تاكيد. طيب احنا نعمل ايه بقى؟ بكل تاكيد، انا بقول لحضرتك يعني انا عايز ان الحياه اليوميه، أصل الموضوع ده مش سهل عشان تشرحيه، الموضوع ده عوامل مختلفة بتخش في نشاط الجسم والحيوية والنضارة، موضوعات مختلفة جدا من ضمنها التغذية. إنما زي ما ذكرت حضرتك في بداية الحالة النفسية ليها علاقة طبعا، الحالة النفسية ليها علاقة، يعني ده حضرتك تعملوا موضوع لهذا الموضوع، يعني موضوعات علمية مؤكدة إن لازم أكون سعيد. يعني أنا في دول كتيرة من رحتها في أوروبا وأمريكا كنت احس ظاهرة غريبة جدا، الناس تقابلني تبتسم لي لدرجة ان افتكرت انا في حاجة بتعجبهم ولا ايه، بسأل واحد هناك بقول له هما بيبتسموني ليه؟ قال لي لا انت مش واخد بالك، ده هو اي اتنين بيبصوا لبعض يجوا يشوفوا وش بعض يبتسموا، لان ثبتوا علميا الابتسامة دي ليها علاقة بكيمياء الجسم. ايه اللي بيحصل بقى نتيجة الابتسامة؟ هرمون كذا بيفرز و طبعا طبعا، لدرجة مرة حتى السكر، يعني قالوا في هرمونين بيظبطوا السكر في الدم، هرمون اسمه الادرينالين بيزود صحيح السكر صحيح، الانسولين يقلل او يظبط، ففعلا لقوا ان في حاله الزعل والنكد وي
الادرينالين بيفرز اكتر طبعا، والعكس في حاله السعاده الانسولين بيفرز اكتر بيكون اقل، وبالتالي بيقلل لك بيظبط لك البتاع. فهي بقول لحضرتك عوامل، بس النشاط مهم. طول ما الدوره، شوف حضرتك، طول ما الدوره الدمويه قويه الدم بيدي الخلايا كل احتياجاتها. طيب احنا ممكن نقول هل في مثلا اغذيه معينه بتقوي الدوره الدمويه في الجسم؟ هل بتساعد على مثلا سرعه الحرق؟ هل بتدي طاقه؟ يعني والله انا عايز اقول لحضرتك، مش عايز اخد السؤال ده ان اربط الناس بحاجات معينه. انا عايز الناس في حياتها العاديه زي ما قلت لحضرتك، الهرم الغذائي ده اعمله، الميه تبقى نسبتها كبيره في جسمي، لان الميه دي ليها دور كبير في طبعاً النشاط وندره الخلايا اللي في طبعاً الجسم وكده، و يعني اخد كميات كتيره من الميه على مدى اليوم كله، بالذات الصبح او من الصبح على الريق. اقول انا شفت ناس على فكره بيجوا الصبح على الريق يروح واجل كم معلقه قمح كده ويروح شارب وراهم ميه. الحاجه برضو عايز اقول لحضرتك عليها مهمه، وارجو ان الست المصريه تعملها، وهتقول يا رب الحمد لله ان انا عرفت المعلومه دي. الانبات. الايه؟ الانبات. أوكي. تنبيت الحبوب. اه. شوف حضرتك، اي حبه في العالم عباره عن ايه؟ جنين والاكل بتاعه. وقشره من بره حافظه هذا النظام. الحبه دي ممكن تقعد سنه وعشرة ومية ما يجرى لهاش حاجه. انما زي ما ربنا قال لنا وجعلنا من الماء كل شيء حي. لما بتحط الميه على المزرعه، احنا درسنا الكلام ده وفيها خدنا ماجستير ودكتوراه في حته الميه دي طبعا، الانبات، فوجئنا بحاجات يعني تفاعلات رهيبه بتحصل في الحبه اللي هو في الجنين، انزيمات بتروح محوله منتجات الحبه الى غذاء مهضوم رباني، هنقول طبيعي، بتهضم مكونات الحبه، وبالتالي بعد ما تتهضم مكونات الحبه دي بتبقى غذاء غير عادي. وفوجئنا ان برضه في بعض المركبات اللي بتعمل مشاكل زي في الفول، حاجات لها دور في الانيميا وكده، لقينا المواد دي اثناء الانبات بتروح بتختفي. وبالتالي عندي الانبات ده له اسرار غير عاديه. في مواد يعني للسرطان بتاع يعني قوي المناعه، فوجئوا في بعض البذور لما نبتوها بالذات في البروكلي. البروكلي ده مهم على فكره للناس طبعا، البروكلي مهم جدا، ممكن احنا في مصر مش متعودين عليه. فبذره البروكلي فيها المواد الانتي اوكسيدان دي اللي هي بتقوي المناعه، فوجئوا لما نبتوها الماده دي تضاعفت اضعاف كتيره، لدرجه عاملين علامه استفهام كبيره كده، واقفين مستغربين ازاي تضاعفت الماده اللي بتقوي المناعه وبتقاوم السرطان دي بعد الانبات. فزمان كنا بنلاقي على عربيه الترمس نبتوه، الحلبه متنبته اللي كانت بتتباع في بتاع فخار صغير كده، وكنا نخبطها كده وناكلها وهي منبته. دلوقتي بقى في العالم الاوروبي حاجه اسمها السبراوتس، تخش في السوبر ماركت تلاقي اشكال والوان. دي صويا منبته، ده قمح منبت، ده شعير منبت. يا ريت برضه الشعير يهتموا بيه لاهميته للجسم، الشعير يدخلوه في اكلهم. وتبص كل الحلقات دي الفوائد بتاعتها بقى مضاعفه جدا للحته اللي حضرتك بتسالي عليها. صحيح. ان انا احس ان انا نشيط وان انا قوي وان عندي انا طاقة، صحتي كويسه، وفيها مركبات مختلفه، وفيها الفيتامينز بتزيد، المواد الضاره بتروح منها، الهضم بتاعها بيبقى بسيط جدا. بقول لحضرتك كانها حاجه كده زي علاج زي ده. اكيد. انا بشكر حضرتك جدا، حضرتك نورتني وشرفتني. الدكتور احمد خرشد، استاذ التغذيه ومؤسس معهد تكنولوجيا التغذيه التابع لوزاره الزراعه، ومستشار وزير التموين ورئيس اللجنه الوطنيه للتغذيه باكاديميه البحث العلمي، حضرتك نورتني وشرفتني، معلومات كلها مفيده جدا، واهم حاجه النشاط والحيويه. انا التقي بعد هذا الفاصل، والمطرب اشراب احمد هيكون معانا بعد هذا الفاصل. بنعود مرة أخرى مشاهدينا، طبعا احتفالا بالعيد هنستمتع ببعض الأغاني مع المطرب الشاب أحمد سعيد. أهلا بيك يا أحمد، وكل سنة وانت طيب، وعيد سعيد عليك. ربنا يخليك يا رب، وعيد سعيد يا رب على الشعب المصري كله بإذن الله. قولي بقى، بمناسبة العيد هنسمع إيه النهاردة؟ نقول حاجات كتير. إيه لايت فرحة وأجمل فرحة
تجمع شمل قريب وبعيد ساعدنا بيها بيخليها فرحة جميلة البعد العيد. غنوا معايا غنوا قولوا ورايا قولوا كتر يا رب في أعيادنا وترح فيها البركة وزيد. جانا العيد اهو جانا العيد جانا العيد اهو جانا العيد. حلو جدا. قولي كنت قريب في لبنان بتعمل ايه؟ كان في برامج اكيد كتير. كان عندك حاجات كتير. طيب قولي احمد انت بتحب يعني تحب تغني لمين من المطربين القدام؟ القدام اكيد ام كلثوم، عبد الوهاب، عبد الحليم، نجاة، فايزه، كل القديم تقريبا. كل القديم اكتر حد بتحبه مين؟ عبد الحليم. عبد الحليم. طب ممكن نسمع حاجه؟ اكيد. نقول انا لك على طول خليك ليا خد عين مني وطل عليا وخد الاتنين واسأل فيا من اول يوم راح مني النوم. ابعت لي سلام قول اي كلام من قلبك. ناس كتير بقى، تامر عاشور، حماقي، عمرو دياب، شيرين، اصاله، كلهم. انت شايف ان الغنى مرتبط اكتر بالموهبه ولا عمليه التدريب؟ يعني انت مثلا بتتدرب قد ايه مثلا في اليوم؟ لا هو الموضوع موهبه اكتر. موهبه؟ يعني انت بتحب تغني من زمان مثلا؟ من الطفوله، من 3 سنين. من الطفوله. هو الموضوع بيبقى يعني الاول بيبدا مع الطفل كده، بيلقط الاغنيه لوحده ويقعد يرددها ويقولها. يعني جه معايا الموضوع كده ان انا بقيت احفظ الاغنيه ورددها وتقولها. فبعد كده رحت حفلات والمدرسه، بدا الموضوع معايا يكبر لحد ما رحت الاوبرا والحفلات طب احنا ممكن نسمع ايه دلوقتي من الجديد بقى؟ من الجديد في حاجات كتير. يلا نقول اوعدني جنبي تعيش ولا ليله تنساني وليك عليا اعيش واموت يا حبيبي وانا وياك. اوعدني ما تسيبنيش لو حتى لثواني، ده عمري كله هيسوى ايه لو يوم ما كنش معاك. جنبك على طول خليني ما تغيبش في يوم عن عيني، ده انا لما بقول يا حبيبي قلبي بيرتاح. جنبك على طول خليني على حلم بعيد وديني هنفكر ليه في امبارح ما هو عدى وراح. حلو قوي قوي احمد. مرسي. انت صوتك ما شاء الله حلو وعندك اداء كده لذيذ. ميرسي يا رب. قولي كمان انت بتتدرب كام ساعه مثلا في اليوم؟ بتحاول ان انت تحافظ على صوتك ازاي؟ يعني بتهيألي اكيد بتتدرب مثلا 4-5 ساعات مثلا كل يوم مثلا. والله لا مش للدرجه. انا اولا انا دكتور اشعه فشغلي واخد معظم وقتي، بس اكيد بعمل كل فتره اغاني وبتدرب بقى في الواقع. يعني انا اصلا على طول بغني في البيت، بغني ما يعني يعني بغني على طول، يعني مع اصحابي بقعد لازم اغني، فهو ده تدريبي. ده تدريبي ان انا على طول بغني. في كل وقت بغني، يعني في البيت اول ما اصحى من النوم، يعني مع اصحابي، مع اخواتي. انت رايق على طول. طيب انا بغني في المستشفى كمان. انا بغني للمرضى. طيب احمد هنسمع ايه تاني بقى بمناسبه العيد بقى حاجه كده؟ انا ممكن نغني شويه قديم،
او نقول بمناسبه فرحي بقى، انا فرح بكره على فكره. الله يبارك فيكم. ممكن نغني حاجه كده؟ اسمع كلامي وصدقه، انت اللي روحي بتعشقه، كان حلم نفسي حققه ان ابقى ليك. قربني منك ضمني، قدم محبك حبني، المستحيل انا هعمله علشان هواك. ملهوف عليك وسلمة، تقدر تقول مستسلمة، حاسة اني طايرة في السماء، واخدني الشوق متحيرة ومتغيرة، وكأني لسه صغيرة. لو بحلم انا من الحلم ده، مش عايز افوق. حلو قوي يا احمد، ده كده معناه ان انت هتصحى تغني للعروس على طول. النهارده حنيتي يعني. بالتوفيق يا رب، وكل كل سنه وانت طيب ومبروك. الله يبارك فيك. طيب بمناسبه بقى الافراح والعيد وكده، هنسمع ايه؟ اكيد نغني بقى حاجه كده بقى، بس نقول حاجه من غير الجيتار. نقول حاجه من غير الجيتار. طيب خلاص. على رمش عيونها قابلني هوا، طرى قلبي مني وقلبي سوا، وانا اللي كنت طبيب الهوا، والاهلي العيش ببيع الدوا، وانا ياللي كنت طبيب الهوى، والاهلي العيش ببيع الدوا، من نظره لقيتني صارع الهوى، من نظره لقيتني صارع الهوى، يا باي يا لها ضحكة يا ويلي بلون الصغر، لما الورد بيملى شفايف وقمر، ضحكة لها بين ودن ابتسامة القدر، وخدود العطاشة في يوم المطر، وأنا اللي كنت طبيب الهوى، والأهل العيش ببيع الدوا، من نظرة لقيتني صارع الهوى، من نظرة لقيتني صارع الهوى، يا باي يا بوي. حلو قوي قوي احمد، صوتك حلو وانت بتحب الغنى كمان. أكيد. يعني انت موهوب وبتحب الغنى، وانا بتهيالي ان انت كمان بتميل للقديم اكتر. اكيد صح كده؟ طبعا. دربت على القديم الاول؟ طبعا، كنت بغني موسيقى عربيه اصلا مع المايسترو سيم سحاب، وغنيت في فرق قصور ثقافه، وغنيت شرق كتير قوي يعني. طب حلو جدا. انت حابب ممكن تغني لنا ايه من القديم؟ اغني حاجه للاستاذ محمد عبد الوهاب طبعا. طيب نقول والله ما انا سالي ياللي سالتوني، لو تعرفوا حالي كنتوا تواسوني، والله ما انا سالي ياللي سالتوني، لو تعرفوا حالي كنتوا تواسوني، والله ما انا سالي، والله ما انا سالي، والله ما انا سالي، والله ما انا سالي، والله والله ما انا سالي، والله اضحك واسمعكم وانتم قصاد عيني، ولما اودعكم ناري تبكيني، ومهما بتألم
عمري ما بتكلم، لو تعرفوا حالي كنتم تواسوني، والله ما نسالي، والله ما نسالي، والله والله ما نسالي، والله. حلو قوي يا احمد، حلو. بتحب مين من الجداد؟ بحب شيرين، بحب حماقي، كل دول. طيب هنسمع ايه بقى من الجديد؟ طبعا لازم نغني، هقول حاجه لحماقي. طيب ادي اللي في بالي بالملي، قمر ومن السما انزلي، دي بسم الله ما شاء الله تشوفها تسمي وتصلي. ادي اللي في بالي بالملي، قمر ومن السما انزلي، دي بسم الله ما شاء الله تشوفها تسمي وتصلي. عشان اوصفها ملهاش حل، كلام اغانيه كله اقل، دي خير في حياتي جاني وهل، ومن حظ انه متشلي. يا احمد، احمد انا يعني شايفه ان انت موهوب، بتحب الغنى، مجالك ملوش علاقه، ولكن انت مهتم ان انت تكمل في نفس المجال. انا بكتب وبلحن كمان. بتلحن كمان؟ طب ايه ده كله؟ يعني انت بتجمع ما بين ده كله ازاي؟ يعني الحمد لله، هي بتبقى موهبه من عند ربنا الاول، وفي نفس الوقت بتبقى كل حد ليه الهوايه الخاصه بيه. يعني انا بستمتع وانا بغني بجد، بلاقي متعتي وبلاقي راحه نفسيه رهيبه، يعني اكتر من ان انا بطلع احساس واللي قدامي بيبقى سعيد بيه. او مثلا في حد يكون متاثر باغنيه معينه، بشوف ده في عينه فبقول له طب خلاص ما تعيطش، يعني لا ما تعيطش، مش قاصد ان انا بكيك. يعني الاغاني اللي انت غنيتها وحسيت ان الجمهور متفاعل معاك قوي فيها كانت ايه؟ كانت اكتر حاجه بتطلب مني اغاني تامر عاشور. يقولوا لي ان صوتك بيليق قوي مع تامر عاشور. طب خلاص هنسمع في حاجه في الدرامي للاسف، يعني كل سنه وانتم طيبين، بس يعني لازم نقول حاجه دراما كده. نقول لتامر عاشور، وافترقنا وابتديت ألوم في روحي وأقول يا ريت، كل يوم بيعدي أصعب والفراق أصعب وأصعب، كل يوم على نفسي بصعب، إن أنا سبت ونهيت، يا ريتني قبل ما قلتها انا كنت مت في وقتها، او حتى كنت حسبتها، اديني جيت ابعد نسيت، اديني جربت النهد، اديني بتعذب بجد، ومن عذاب لعذاب أشد، وبالأمان انتهيت، اهجرالي يومها ايه، كنت ظالم قاسي ليه، ألف ليه وازاي خسرته، ليه جرحته، ليه كسرته، بعد ما شوهت صورته، النهارده هموت عليه. طب فرحك بكره؟ طب انا ده والله بعيده خالص عن الموضوع، انا قايل لها والله ان انا بحب الدراما. طب بمناسبه بقى ان فرحك بكره، هتغني بكره؟ ان شاء الله. هتغني ايه؟
هو بصراحة حاجة مفاجأة يعني حاجة مفاجأة يعني. طيب خلينا نعرف كده يعني بتحب ايه الأغاني اللي بتحبها في الأفراح مثلا؟ يعني بحب شوية الشعبي طبعا والحاجات ال بقول شعبي طبعا. وأكتر أغاني مشهورة دلوقتي عموما شيبة وأحمد سعد و يعني أكتر أغاني شعبي مشهورة. أنا لو لعبت يا زهري بحبك يا صاحبي الكلام اللي. طيب انت شايف ان الاغاني دي يعني بترفع من ذوق المستمع يعني الشعبي؟ للاسئله المحرجه دي. طيب طب احنا ازاي ممكن نرتقي بالذوق العام بشكل عام؟ ندور بقى على القديم. يعني كان الاول مثلا السيده ام كلثوم شوف ان كانت بتحضر قد ايه في الاغنيه. دلوقتي احنا ممكن نعمل البوم كامل في ظرف اسبوع. الموضوع بقى يدوروا دلوقتي على السبوبه اكتر ما يدوروا على فن. والفن عمره ما بيتقيم بمال. طب ليه انت حاسس ان الشباب بيميل للحاجات اللي هي فيها هيصه شويه، حاجات السريعه؟ هو اليوم بتاعنا ما بقاش فيه يعني اليوم يعني انا حاسه زمان الناس كان عندها استعداد كده تقعد تسمع حاجه مثلا اغنيه لمده المجتمع ساعه. المجتمع نفسه احنا يعني الغرب حتى لما بيبصوا لاي مجتمع بيبصوا الاول في الثقافه والفن، بيدوروا الاول المزيكا بتاعتهم عامله ازاي والموضوع عندهم عامل ازاي. فاحنا دلوقتي احنا اللي منا للغرب، حتى الاغاني بتاعتنا بقت غربيه، ما بقاش في شرقي. ما بقاش في حد يقدم شرقي الا الاغاني التراثيه بتاعت زمان. ما بقاش في شرقي اصلا، حتى كل المطربين الجداد كله بيغني غربي، ما فيش حد بيغني شرقي. الالحان بتاعتهم وكل الميوزك بتاعتهم غربي. ايه الاغاني اللي انت لحنتها؟ عملت حاجات كتير قوي، حاجات كتيره ليا. طيب احنا ممكن بقى نختم بالاغنيه اللي انت لحنتها، ودي هتكون اخر اغنيه معانا. تمام. هي دي برضو كنت عاملها لزوجتي برضو؟ كنت فيها فراق و... لا 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 ده لزوجتي يعني كنت عاملها لها في عيد الحب كمان. انا الزاهد بعيش عينيكي، انا الدرويش في ملكوتك، انا الحب اللي جوه مليكي زرعته حصدته من صوتك. انا اللي ليكي طفل رضيع، انا اللي بيكي سد منيع، انا من غيرك افنى قضيع، انا اللي ليكي بيت وامان. انا الطاير في سماواتك، انا اللي بحب حكاياتك، انا اللي حياتي في حياتك، انا العاشق انا الهيمان. يا جنة حب واخداني بدوب من نظرة سحراني، يا شمس الكل ايامي وبيكي بحقق الاحلام. يا حساني يا ملكاني ده حبك ليا شيء تاني، ده حبك عندي اغنية وقلبك دق علشاني. في حبك كل يوم في جديد وبالي تملي وياكي، معاكي عمري كله في عيد وقلبي دق بهواكي. كل سنه وانت طيب ومبروك طبعا بكره فرحك. بس انت ما رضيتش تقولي هتغني ايه، لكن ان شاء الله يعني كل سنه وانت طيب ومبروك مقدما. وبنهني طبعا العروسه طبعا اللي هتسمع الاغاني اللي انت بتقعد تغنيها الجميله دي. بشكرك يا احمد، بشكر المطرب الشاب احمد سعيد، نورتنا وشرفتنا. وبشكركم مشاهدينا، وكل سنه وحضراتكم طيبين بالف خير. بكره ان شاء الله فريق عمل جديد بيتصبح عليك، والى اللقاء.